يعقد الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعا لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقيادات الأمنية العليا للبلاد، وذلك بقصر قرطاج الرئاسي. من ناحية أخرى، أعلن القضاء التونسي فتح تحقيق مع حزبي النهضة وقلب تونس على خلفية الاشتباه في تلقي الحزبين أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019. تطورات متلاحقة تشهدها تونس على إثر القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد قبل 3 أيام بتجميد البرلمان وإقالة حكومة المشيشي إثر مظاهرات حاشدة اعتراضا على سياسات حركة النهضة والتي كانت تسيطر على البرلمان والحكومة. الرئيس التونسي قيس سعيد عقد اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلى للجيش وقيادات أمنية عليا لبحث تطورات الموقف في وقت ينتظر فيه التونسيون خارطة طريق للمرحلة المقبلة. أما الشارع التونسي فرأى في قرارات الرئيس قيس سعيد خطوة على طريق تصحيح المسار وانتشال الشعب بعد أن عانى من سياسات التمكين التي انتهجتها حركة النهضة وبعد أزمات عانت منها تونس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. هي يدخل في باب صلاحياته الدستورية ونفذ هبة الشعب التونسي هذي اللي بارك قراراته ولقى دعم شعبي ولقى دعم تاع المنظمات الوطنية ولقى دعم تاع أحزاب سياسية والأهم من هذا الكل لقى دعم إقليمي ولقى دعم دولي وإن شاء الله يكمل في هذا المنوال. وبأخذ القرار هذا هدى الجو وحما البلاد والعباد وحما حتى الحزام السياسي اللي حاليا قاعد يحكم أحماهم من الغضب الشعبي. ومع تراكم الشكاوى المقدمة، كما أعلن مكتب المدعي العام في تونس، يحقق القضاء حاليا مع أحزاب النهضة وقلب تونس وحركة عيش في اتهامات بتلقي تمويل خارجي خلال انتخابات عام 2019. وأوضحت النيابة أن التحقيقات جارية منذ 14 من الشهر الجاري، أي قبل 10 أيام من قرار الرئيس التونسي إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان. وتثير التدابير التونسية ردود فعل في الخارج، آخرها حديث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودوريان، والذي طالب نظيره التونسي عثمان الجريندي بالإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات التونسيين. من جانبه، شرع وزير الخارجية التونسي في طمأنة الشركاء والقوى الكبرى بأن ما تشهده تونس هو تدابير استثنائية لازمة لاستعادة المسار الديمقراطي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من تونس أبو بكر الصغير الكاتب والباحث السياسي. أستاذ أبو بكر، بعد تحية، برأيك ما هي الأولويات أمام الرئيس التونسي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ تونس؟ مساء الخير. أعتقد أن هنالك العديد من الأولويات المطروحة على طاولة رئيس الدولة، أهمها استتباب السلم والاستقرار والدفع بحالة من الطمأنينة في قلوب التونسيين، وكذلك إعادة محركات التنمية الاقتصادية. أنتم تعلمون أن العشر سنوات الأخيرة التي عاشتها تونس لم تخلف إلا الخراب والدمار، وقد عانى الشعب ولاد حكم الأخوان بشكل غير مسبوق، بما أخر البلاد عشرات السنين إلى الوراء. ومؤشرات وترتيب تونس في دليل التنمية البشرية يؤكد ذلك، وبالتالي فالمهمة بالفعل هي صعبة أمام رئيس الدولة، ولكن ليست مستحيلة في سياق هذا التأسيس الجديد لتونس أفضل. لأن التونسيين اليوم ما نلمسه عندما نتجول في الشارع هنالك شعور بالأريحية وبالفرح، لأنهم يعيشون يومهم الثالث بدون حكم الأخوان، وهذا في حد ذاته من أهم الإنجازات التي أملوا فيها وترقبوها طوال سنوات عديدة عندما كانت هذه المنظومة متسلطة على الدولة ومتمددة فيها بما يخدم مصالحها وأجندتها. وبالتالي أن رئيس الدولة هو بالفعل هو يؤسس لهذه الجمهورية الثالثة انطلاقا من حركة 25 يوليو التي دفع بها، رغم أنها
تعتمد الدستور وضعه الإخوان دستور مهجين وفي فصله 80، فأن القراءة الموسعة التي قام بها رئيس الدولة مكنته من اتخاذ هذه الإجراءات الاستثنائية وبالتالي إصلاح ما أفسده هؤلاء الإخوان. نعم. وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة ولقوتها ولاستقرار تونس وكذلك لوجه تونس كما يعرفه الأشقاء والأصدقاء. طيب، الرئيس التونسي اجتمع اليوم بقيادات الجيش وقيادات أمنية عليا، كيف تقرأ دور الجيش والشرطة في هذه المرحلة في تونس التي بكل تأكيد تشهد تحديات خطيرة؟ نعم، تونس مفتوحة على كل السيناريوهات، وأنتم بلا شك عانيتم من هذه التنظيمات الإرهابية وما قامت به في حق الشعب المصري وما أجرمت في مؤسساته وفي دور عبادته وفي منشآته وحتى في الحياة اليومية للمواطنين. وبالتالي هم كما أشارت صحيفة الواشنطن بوست، الفصل الأخير من الربيع العربي أغلق بحركة 25 يوليو هنا في تونس، وهم لم يقبلوا هذه الهزيمة وهذه الفشل الذي بالفعل أصابهم في مقتل، وقد انفرطت عقدهم وتخلى أتباعهم عنهم. راشد الغنوشي حاول أن يكرر سيناريو رابعة حول البرلمان، وضع تدبينة توجه بنداء لأتباعه أن يلتحقوا به ويتجمعوا ويعتصموا في ساحة البرلمان، ولكن لم يلبوا النداء. نفس الشيء داخل الحركة، فالجميع اليوم يتنكرون لها ويقرون بأنها أجرمت في حق هذا الشعب، وأنها اعتمدت في بداية ما بعد 14 يناير 2011 تلك العقلية أنها حركة مظلومة مضطهدة لتستغل تعاطف الناس ثم لتجرم في حق الشعب، وتذهب وتعتبر أن هذه البلاد غنيمة لا تستفيد منها إلا مما تنهبه من خيراتها. معروف أن الإخوان يعيشون دائما على قصة المظلومية، فهم يسفكون الدماء ويدعون أنهم مظلومون ولا يقبلون بسوى التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة. نتمنى لتونس كل الخير، نتمنى لكم أن تنجح هذه الخطوة في إبعاد هذه الجماعة عن البلاد وحكم البلاد. كل التحية لك أبو بكر الصغير الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.